ولا شيء. والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ عبد الله ماي اسمعنا كلامك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الجماعة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إن شاء الله تنبيه بسيط وتنبيه كما في اعتراض لعله من الطرفين، إنه الناس إن شاء الله في أثناء المناظرة ما يكون في أي نقاش فردي ولا يكون في أي تعليق في ممثل من الجانبين. دي مسألة. المسألة الثانية، بعد المناظرة إن شاء الله تعالى الناس كلها تنصرف، ما في اثنين شنو يتناقش. والكلام ده نحن نقوله لإخواننا وللباقين من أجل السلامة وكلمة غيرها. الناس كلها شنو ما بعد ذلك ثاني الناس ما تنسى. جزاكم الله خير. ما يكون اي نقاش ثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا وقائدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه افضل صلاه واتم تسليم. صلح السماعه. كم الزمن؟ كم وريهم الاثنين مع بعض قبل ما نتكلم عن الزمن والتفاصيل، فأنا شايف إنه العنوان الذي عنوين له لهذه المناظرة يعني ما محل اتفاق بل محل كذب. فعمر عبد الله لا يمثل داعش ولا مزدمل يمثل السلفيين، ونحن لسنا بصدد الدفاع عن جهة معينة ولا جماعة ولا حزب ولا طائفة. فمنهج الله عز وجل هو الذي يوزن به الرجال. فما عارف الآن هي النقاط شنو بالضبط حتى يتم النقاش حولها. دي مسألة مهمة. قبل 10 دقائق 5 دقائق 2 دقائق يوم ما مشكلة مزام بالتساوي. أي زمن يحتاج إن شاء الله ما فيش كالية إن شاء الله ابتداء من دقيقة ليوم ما في مشكلة. لكن النقاط شنو هل حيكون حولها مدار النقاش؟ بحسب علمي من الشيخ عمر أن النقاش حول الديمقراطية، فإذا به يتفاجأ بإعلان في الفيسبوك والواتساب وغيره إنه في مناظرة بين ممثل داعش وممثل السلفيين. فما عارف، مفترض الأمور زي الإنسان يتحلى فيها بجميع الصدق، يعني ما يكون الكذب. يقول الجواب من عنوانه الآن. الكذب من عنوانه ودي ما من أخلاق مسلمين. الصحيح قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. أنت الآن زول قال لك يا أخي أنا جاي ناقشك في المسألة الفلانية، تمام؟ فما ممكن تلزموا بمنهج أو تلزموا بجماعة وتقول لي أجي ناقشك فيها. فهذه بداية القصيد. يمكن إن شاء الله يعني الحكم يورينا الموضوع ماشي على وين عشان نبدأ. أنا لازم أعلق على كلام المتحدث من هؤلاء. أول حاجة قال المناظرة دي بادية بكذب. والله ده كلام غريب. طيب أنت برضو معلن إعلان في الفيسبوك أو ما يسمى بالواتساب، سمي ما شئته، مناظرة بين المرجي الخبيث مزمل فقيري، هذا ده شنو ده؟ أديك لي أشوف هسه؟ فيا شيخنا قاعد معلنه كيف؟ عرفته؟ يا أخي الزول ده أنا قبيل حسمته، قلت له دار تناظر خش مع المجموعة، أنا بناظركم شت، ما دار تناظرك وقتي؟ أي لكن ما بنرضى
ما بنرضى، ما بنرضى انك تقعد تحت، ما بنرضى انك تقعد تحت. ها دقيقة عليك الله، ما بنرضى انك تقعد تحت وتشغب من تحت. يا عمر عبد الله الزول ده دايره معاك في المناظرة ولا ما داير؟ ده اسكت خلاص. طيب شوف انت ذاتك معلن في الواتساب ولا فيسبوك؟ انا ذاته لقيت الاعلان ده ولقيت الاعلان ده. ده الكلام ده احنا بنثبته داخل المناظرة. انا معي وثائق بتخصك انت يا عمر عبد الله، هل انت من داعش ولا نكرتها الليلة؟ ده كله حنثبتنا بالوثائق الموثقة. عرفت كلامي؟ اي فما تقعد، ما تقعد تدغدغ. اسمع يا اخي، لا لا ما بقول يا زول ما يكبر، ادار يكبر يكبر، ما خلاص انا ما بقدر امنع زول. افهم كلامي، افهم كلامي، انا ما بقدر امنع زول. دار تمنع نفسك براك، دار تكبر بطريقتك، دي حاجه بتخصك انت خلاص. وفي صحيح البخاري الصحابه كبر، انا ما عندي بيك شغل. طيب فالموضوع ده موضوع كذب من المتحدث ده، ده كذب منه وكلام باطل منه، عرفتها؟ وده ما الموضوع التقوى تضيع به الزمن. يا ناس انتوا طلبتوا المناظره، انا ما طلبتها، وانا جاهز ليه؟ انتوا جاهزين ولا ما جاهزين؟ بس خلاص ابدا، نبدا طوالي. المناظره يا جماعه، نقاط المناظره نقطه واحده، والوسيط بيني وبينه عارفه، الديمقراطيه. وانا متنازل لاخي محمد بايزيد لكي يناظره. الديمقراطيه وانا الحكم. طيب 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق. دي تعليقا على كلامكم. طبعا ده هو عمر عبد الله طه طلب المناظره وانا ما طلبتها. دي اول حاجه خدتها في بالك. اتنازلت طلعت انا جاهز. فهمت كلامي انت؟ بفضل الله عز وجل. اي وتنازلك ده طبعا بيكون محسوب ضدك عند اولاد القريه وشباب القريه. الان بيكون الرساله وصلتهم قبل المناظره، وتقريبا المناظره بيكون جزء كبير منها انتهى يعني. لكن بعد ده انا بناظر ليك ده، ولو ده داير يتضم ليه وداك برضه جاهز بفضل الله عز وجل. اي لكن تعليقي ما هنا، انا تعليقي ما هنا، تعليقي انه غير موضوع المناظره ذاته، الموضوع ذاته غيره. قالوا دقيقه، ما انا ما قاطعتك، انتوا النازل مش قاعد يحكم بما انزل الله؟ هل المقاطعه دي مما انزل الله؟ ها؟ يا اخي ربنا قال فبشر عباد. انتوا بتاخذوا بعض الكتاب وتكفروا ببعض ولا كيف؟ ده سؤال طبعا، سؤال استفهام. ها ربنا قال فبشر عباد الذين يستمعون القول، نازل ما بيقدر يسمع القول، فيتبعون احسنه. فالسماع اول، اسمع اول بعدين عاقب. انا بخليهم الاثنين بيتكلموا، بعد ذاك امسك المايك الاثنين بيجوطوا معهم واحد ثالث وثالثهم ذلك. فده شنو الحاصل شنو؟ ها يا ناس، ان احنا جينا لموضوع قال التشريع خلاص، وقال الديمقراطيه، وذكر لي موضوع ثالث. كانت ثلاثه مواضيع وكان مناظر واحد، مناظر الواحد انسحب وفضل واحد ثاني جديد، والموضوعين سحبوهم فضل موضوع واحد جديد. انا ما عارف دي ذاتها كيف. الله اكبر. اه نحن ما نخليه على شيء اللي اتفقنا عليه ولا نطيته؟ لما لما الموضوع ما انتهى، ما النقطه ما انتهت. لا لا انت تميت نقطتك حتى نددني المايك. لا لسه ما بدينا. لا لازم نحسم النقطه دي يا ناس. موضوع المناظره انتوا قلتوا التشريع والديمقراطية، أنا قبلان، انتوا رأيكم شنو؟ فضل بمناسبة يعني. انظر عليك الله، انتظر دقيقة. ما مناسبة المناظرة يا جماعة؟ دي ما شاء الله. دقيقة هاي مناسبة المناظرة يا جماعة، في محاضرة أقيمت يوم الجمعة في مسجد الفاروق. هاي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في محاضرة أقيمت قبل يومين هنا في مسجد الفاروق، هنا في المرابيع، مرابيع الشريف. والمحاضرة دي الناس اتكلمت فيها عن التوحيد. بعد ذاك الشيخ مزمل جزاه الله خير جاء وقدموا له أسئلة عن داعش وعن تنظيم داعش وعن بعض الناس زي عبد الحي يوسف إلى آخره أسئلة. فيتكلم عن السرورية، ويتكلم عن الإخوان المسلمين، ويتكلم عن الدواعش، ويتكلم عن غيرهم. بعد ذاك جات الهيجه وجا طلب شنو؟ المناظر. ده اللي حصل ولا ما حصل كذي؟ ده اللي حصل. وده اللي حصل ولا ما حصل يا عمر؟ ده اللي حصل. طيب ابقى النقاش في الكلام الذكره، دي نقطه. اذا الناس الان مقر الكلام الذي ذكر انه داعش دي منحرفه ولله الحمد وضاله، ويتحدوا في الاسئله والاجوبه، شيخ مزمل يتحدى، قال بتحدى الدواعش من ابي بكر البغدادي لاخر داعشي في مناظر. طيب الآن ده موضوع المناقشة، داعش والتكفير وغيره. لو في مواضيع جانبية
الآن الناس تتفق عليها، بعد ذاك بنبدأ الزمن بندي محمد أبو زيد ولا عمر عبد الله، بندي زمن وبعد ذاك ثاني زمن لمزمل الآية وبنضبط إن شاء الله كم الزمن؟ 10 دقائق نور أبو حسام، 10 دقائق 10 دقائق. أيوة طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى آله. لا ما 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 حررت نقاط. معليش 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 عبد الحي يوسف أبو بكر البغدادي ده ما مناظرة، ده لعب، ده عبارة عن لعب بيلعب بيه مزمل يجيب له حلة بتاعت كتب يكور كان قادر 44 و10 و20 في النهاية ولا واحد ما قادر عليه. أنا بتكلم عن كلام زي ده أصلا. إحنا ما مشكلتنا في الرجال، إحنا ما مشكلتنا تقول لي فلان داك وهنا وأنا برد لك عليه. تواصل أسمع يا مولانا، أنت يا أخي أسمع أتيم كلامي. تبدأ شنو؟ خلينا نبدأ بتاع لبين. أتيم كلامي، أتيم كلامي كامل، أتيم كلامي كامل. طيب إحنا لما بدأنا نختلف في فلان داكا وعبد الحي يوسف سروري وما سروري وكلام ده ما لا يسمن ولا يغني من جوع. دار تحرر قضايا منهجية نتكلم فيها، حررنا أكبر قضية، قضية الديمقراطية. الديمقراطية قادر تناقش فيها مزدمر لاثنين لا ثلاثة لا أربعة، قادر تناقش فيها دقيقة دقيقة معاك، خمسة خمسة معاك، عشرة عشرة معاك، يوم يوم معاك. لا عبد الحي كنت بقول كلها لا تغني عنك شيئا، تقول قال الله وقال الرسول، ترفع عليه عبد الحي تنزل البغدادي ترفع سيد خبز، ما عندك شغل. أنا عندي الملزم في كل أسوتي قدوتي في كل ما قال وكل ما فعل وكل ما أقر هو النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الباقي كله بنزل لك كتاب وسنة، بغدادي بلاد أبو زيد كله بينزل بمزال كتاب وسنة، خطأ وخطأ صواب وصواب. ماسك لي كتب قائم بها طالع بها عمرت الناس دي قطيعة قطيعة قاعد تعالجون. نحن الآن دائما نقول لك شنو؟ حرر مسألة واحدة، عوك ما كتاب واحد ما بتحتاج له. قضية الديمقراطية قادر أنا معاك للصباح، ما قادر نديك مهلة ثانية. طيب يا جماعة أنا موافق على كل ما قال بدون أي جوطة وانفعال. أي والله هو شديد المحال، شفت كيف؟ فالحكاية ما دار لا جوطة وإنه الديمقراطية وزيد لها العلمانية معاك وزيد لها المواطنة وحزب الأمة كله دخلوا معاك، ما عندي مشكلة أنا في الكلام، لكن أنا كلامي القبيل كان بس أنا حبيت أوضح للناس معلومة إنه الناس هربوا من الموضوع، لكن بناقشها في موضوعك الجديد كارت داسة بنتناظر فيه. انت كلام انت اي هربوا من الموضوع دي لابد نثبتها، زي ما شيخ عمر ده الحمد لله نزل او تنازل برضو الموضوع نزله برضو موافقين. تفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما عنا له في المناظرة ما عنده علاقة بالموضوع نؤكد. انا اختم كلامي بالكلام الصح. انت قلت بينات عياس بين السلفيين وبين داعش، قلنا الكلام ده ما عنده عنوان. مؤخرا قلت المواطنة والديمقراطية الكلام ده احترفت بالحمد لله، قلت بقينا على الديمقراطية. إذا العنوان تلو في الفيس كذب وافتراء يلزمك ترجعه. زول كتب مزمل خبيث كتب كذا، أنا ما كتبته، أنا ما قاعد أقول مزمل خبيث وقاعد مزمل مرجئة عشان ما تقعد تلخبط الدنيا ساي وقالوا عوك عوك. أنت الآن أعلنت إعلان رسمية بصفة حتى أبو بكر آداب صاحبك وزميل شغلتك دي خلاص، أبو بكر آداب أعلن في صفحته إنه في مناظرة بين ممثل داعش وبين ممثل السلفيين، ما كذبنا. ندخل إن شاء الله طوال يا إخوان في الموضوع وحسب ما رتب للحكم انه يبدا مزمل اول حاجه، ده اللي كان الشرط اللي قال مزمل يبدا اول حاجه. ما يقدر ما لبته قبلين في زول قاعد بجا ولا شنو؟ ايوه ان شاء الله ديمقراطيه. دقيقه يا شيخنا، اول حاجه زول ده بيجيب كلام كذب ما حصل اصلا، ده زول اللي قاعد بجاي ده يا شيخنا يا اخي. دقيقه الله يهديك، دقيقه دقيقه، لا لا دقيقه بس انا علق بديك. ها عطى كلم كلم يا ناس، اسمعوا يا جماعه. انتوا الناس الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه احنا جينا هنا عشان كلام في العقيده الديمقراطيه دي زول بيعرف عنها ونا. داعش عمر ما داستها صح بيتكلم عنها في المسجد هنا قاعد نحضر، اصله ما عنده اعتراض فيها ولا عنده مشكله عليها صح ولا ما صح يا شيخ عمر؟ صح مش ما عنده مشكله فيها. الله اكبر. دقيقه دقيقه لا دقيقه دقيقة 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 يا جماعة، لا لا دقيقة. أنا حضرت طلعة وحضرت طلعة في المسجد، حضرت طلعة في المسجد. دقيقة اسمعني، لا ومزمل مزمل فقيري حتى ولو قال أخطأ قبل كده واعترف بخطأ وغيره دي حاجة تانية. هو منتسب للسلفية ينقرها تنقر إنك سلفي ولا ما سلفي
يلا نحن دايرين. انا غيتو انا واحد من الناس اسمعونا يا جماعه دقيقه. الله اكبر كبير الحمد لله كثير. ايوه تكبير دقيقه بس. الان ده تتناقشوا لنا تقنعونا بداعش حق عشان نتبعها بالكتاب والسنه. داعش ما حق عشان ما نتبعها بالكتاب والسنه. ولا انا ماشي طوال يا سيدي طوال. انا ما معلق ده. طيب يا جماعه طيب يا جماعه طيب يا جماعه اول حاجه الزول ده الكلام اللي قاله ده كله كذب ما حصل والناس دي كلها شهود حتى ناس المنطقه ذاتهم ناس المرابيع لا اتفقنا انه نتكلم اول ولا غيره الطلب المناظره هون ده اسمه عمر عبد الله طه خلاص ده هو الطلب المناظره هو اللي بيدعو لداعش في البلد دي زي ما اعترفوا اهل المنطقه الان وشهد شاهد من اهلها لكن ده ما الموضوع عرفته اما ده جو جديد اسمه محمد ابو زيد جاي لخبط الموضوع ويقول اتفقنا انك تتكلم اول كذاب هو الطلب المناظره اتكلم اول كيف الزول ده الطلب المناظره انا عارفه ده يقول شنو يمكن ده يقول لي اتفقنا انا عارفه هيا كده اتكلم ما تضيع زمان الزول ده لو ما دار ناظر خليه يمشي عليك الله ناظر انت يا عمر عشان ما يضيع زماننا يا اخي كله اي كلام يغيره اي حاجه اتفقنا عليها غيرها ما لعب الشغل ده ما لعب يا ناس تفضل يا عمر عليك الله احسن من شغلك يا اخواننا تبدا المناظره ان شاء الله تبدا المناظره طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله للزمن عشان انا اذكره للناس طيب يا جماعه طيب يا جماعه الحمد لله والصلاه والسلام يا جماعه ما تجوتوا ما بزول يتكلم هاي جزاكم الله خير اجلسوا اسي الساعه تزعى الا تلد الساعه تزعى الا تلد ايوه طيب اجلس يا عم انا كلامك طيب طيب يا عمر عبد الله يا عمر اجلسوا يا جماعه اجلس يا عمر عبد الله يا شيخ عمر انت بتنكر داعش ولا انت من داعش انت بتأيد داعش ولا بتنكر اقعد انت وظيفتك تمسك المايك ولا تقعد الكلام كله طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نبتدي من حيث وقف سؤالهم اللي هو انت بتأيد داعش والله ما مش كده الله اكبر مش ها ممتاز يلا يا اخواننا نبتدي من حيث وقفوا النظرة الضيقة للإسلام بحيث انه اخواننا بسمع ليش يا اخواننا النظرة الضيقة للإسلام بحيث انه يفهم بانه انت تنتمي لشنو؟ ما بننتمي الى النبي عليه الصلاه والسلام قال تعالى مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس يا اخواننا نعم اخواننا جهات الامنيه قالت لكم تقيفوا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.